للحديث عن مآلات الحوار الاستراتيجي بين حكومة الكاظمي والإدارة الأمريكية، وسط الحديث طبعا عن هيمنة وكلاء إيران على الحوار واستمرار نفوذها في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ لبيد الصميدعي، عضو التحالف الوطني المعارض. أستاذ لبيد، مرحبا بكم. يعني القوات الحكومية في خبر تعلن إحباط هجوم بصاروخي كاتيوشا كانا معدين للإطلاق في بغداد، ما دلالات هذا الإعلان وما هي الرسائل من الهجوم بعد سلسلة هجمات استهدفت المصالح الأمريكية في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله. هذا ليست المرة الأولى التي تدعي فيها الحكومة أنها حبطت محاولة هجوم أو أنها رصدت محاولة هجوم من موقع ما ضد التاجي أو ضد المطار، وهذا دليل على أن الحكومة بالحقيقة تغض النظر عن الفاعلين الحقيقيين لهذه الهجمات، لأن من يستطيع أن يرصد ويوقف ويحبط هجمة معدة لقصف مكان أو هدف بالتأكيد سيعرف من هي الجهة التي كانت توشك على استهداف المطار أو استهداف المنطقة الخضراء أو التاجي، لكنها قاصرة عن محاسبة هذه القوة. لو كانت الحكومة تعقل لما كانت أعلنت هذا الإعلان، لأن هذا بالحقيقة يحرجها ويضعها في موضع تساؤل ويؤكد بأنها ضعيفة، ما زالت ضعيفة أمام الميليشيات بالرغم من ادعائها بأنها ستحصر السلاح بيد الدولة فقط. ما تقوم به الميليشيات حاليا من عمليات قصف متكررة ومتزامنة مع ما يسمى بالحوار الاستراتيجي بين الحكومة العراقية وواشنطن، إنما يدل على أن هذه الميليشيات تريد أن تتدخل بقوة من أجل التشويش على هذا الحوار ومن أجل إثبات حضورها والقول بأننا نحن هنا والحوار لا يمكن أن يجري على النحو الذي تريده حكومة الكاظمي ولا حكومة واشنطن. نعم. طيب أستاذ لبيد، كما تفضلت قبل قليل، الحكومة يعني تغض الطرف عن الفاعلين الحقيقيين في استهداف القوات الأمريكية المتواجدة في المطار أو في المنطقة الخضراء. هذا حدث في الحكومات المتعاقبة على حكم العراق من عام 2003، لكن تعتقد أن الكاظمي سوف يسير على نفس النهج أستاذ لبيد؟ بالنسبة للكاظمي نستطيع أن نقول أن هناك وجه خلاف أو أكثر من وجه خلاف بينه وبين سابقه عبد المهدي. عبد المهدي كما نعرف أنه كان متحزبا، كان ينتمي إلى حزب الدعوة، وجاء نتيجة التوافق بين الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات، رغم أن حزب الدعوة لم يكن هو الممثل للكتلة الأكبر. لكن المهدي واشنطن من الرؤية الأمريكية، من زاوية الرؤية الأمريكية، فقدت ثقتها بعبد المهدي، بدليل أن عبد المهدي سعى خلال عامين من توليه الحكومة سعى إلى الحصول على دعوة للذهاب إلى واشنطن لمقابلة المسؤولين الأمريكيين، لكنه فشل. أمريكا لم تقل، ما يدل على أن أمريكا فقدت ثقتها به. نأتي على الكاظمي. الكاظمي يختلف عن عبد المهدي بأنه ليس متحزبا، لا ينتمي إلى أحد هذه الكتل، لكن وجه الشبه مع عبد المهدي هو أنه هو جاء بفضل التوافق بين هذه الكتل المحافظة الطائفية والإثنية. لكن وجه الخلاف هو أن من الزاوية الأمريكية أن أمريكا وجهت له دعوة، هناك حديث بأن هناك دعوة ستكون لأن زيارة الكاظمي جرى وضع توقيتاتها في خريف هذا العام، وما يعني بان هناك اختلاف كبير في حجم الثقه بين الكاظمي و عبد المهدي من زاويه الرؤيه الامريكيه. نعم. استاذ لبيد، في ضوء هيمنه وكلاء ايران على تفاصيل الحوار الاستراتيجي الذي جرى بين واشنطن وحكومه الكاظمي، هل تتوقع شخصيا أنتم تتوقع نجاح هذا الحوار؟ من الصعب القول بأن التكهن بأن الحوار هذا سينجح. لماذا؟ لأن الحوار في جوهره هو بين ثلاثة أطراف، لكن في ظاهره بين طرفين. هناك الطرف الرسمي العراقي والطرف الرسمي الأمريكي كما نعلم، لكن هناك
طرف غائب حاضر وحاضر بقوة بالحقيقة رغم غيابه، وأقصد به إيران. إيران حاضرة من حيث وجود ممثلين سياسيين لها، هم يحتلون معظم مقاعد البرلمان، وأقصد الأحزاب الشيعية، أحزاب البيت الشيعي قولا واحدا، هذا من ناحية. وهناك ولديها ممثلين أو تشكيلات عسكرية، أذرع عسكرية ممثلة بعشرات الميليشيات المسلحة، وهذه الميليشيات بالحقيقة هي التي أجبرت الأمريكان إلى إعادة توزيع قواتهم، وتحولوا وانسحبوا من 9 قواعد، وأبقوا وجودهم على اقتصر وجودهم على 3 قواعد فقط. إذن إيران بالحقيقة موجودة بقوة سياسيا وعسكريا، موجودة بقوة، لكنها لكن لما يكون الحوار مقتصرا على تمثيل حكومة الكاظمي وواشنطن، يبقى إذن الحوار قاصرا، وبالتالي نتوقع بأن نتائجه ستكون متلكئة ومن الصعب أن يحقق نجاحا. عضو التحالف الوطني المعارض الأستاذ لبيد الصميدعي، شكرا جزيلا لكم.